نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة الاستسقاء، إذا دخلوا جماعة والإمام يخطب وقد صلية الركعة، هل يصلونها أم يجلسون للخطبة؟ هل تقضى بالناس؟ له إذا فاتت صلاة الاستسقاء فاتت، ولكنهم إذا جاءوا والإمام يخطب يصلون ركعتين تحية المسجد ثم يجلسون لاستماع الخطبة والتأمين على دعاء الإمام. ولا يصلون جماعة؟ لا يصلون جماعة لأن فاتتها.